بالحالة هاي رح نطلع احنا على ديستيليشن كولوم بس في مزيج من مادتين بس، مادة أخف ومادة أتقل، وهدول المادتين بدنا باستعمال الديستيليشن نفصلهم عن بعض. بدنا ناخذ المادة الأخف رح نسميها ديستيليت. هاي عندي الكولوم ديستيليشن كولوم، صرنا زي ما شفتوا هناك سميناه الفيد أو تشارج، والفيد مثلا هون عندي البامب، والفيد موجود فيه المكستر من المادتين هذول، المادة اللي إلها بويلينج بوينت أعلى والمادة اللي إلها بويلينج بوينت أقل. هلا راح يكون عندي هون راح يصير هذا الليفل تبعت الليكويد، وهذا الارتفاع بدنا هذا احد الكنترول فيريبلز. هلا هاي الماده اللي بسحبها من هون راح اسميها البوتمز، الماده اللي بسحبها من هون راح اسميها التستلت، الماده اللي تفطرت من هاي وراح ندخلها على كوندنسر، وهون راح اضل اعمل في عندي هون بريشر رح اتحكم في البريشر في داخل ال... والبريشر اقل من البريشر اللي داخل من هون، فزي ما حكى شفتوا بالفيديو من هون لما بدخله على بريشر اقل بصير اسهل انه ايش يتبخر. هلا في عندنا مجموعه ترانسميترز، هلا الترانسميتر هون اسم لايش؟ ايش احنا بنسمي الترانسميتر عاده كلنا؟ سنسر او ترانسديوسر، هم بسموها ترانسميتر، ترانسميتر اللي هي السنسر زائد السيجنال بروسيسنج ايليمنت زائد السيجنال كونديشنينج ايليمنت. هلا اللي راح يصير عندنا هون راح نسحب الديستلت من هون، وهون راح نحط بريشر ترانسميتر. بريشر ترانسميتر راح اتحكم بال بريشر، احد الاشياء راح اتحكم فيها. بعدين في عندي هيت اكسشينجر، الكل بيعرف ايش يعني هيت اكسشينجر؟ ايش الهيت اكسشينجر؟ بنقل الحراره عن سائل، هي جهاز بنقل الحراره من هذا السائل بدون ما يصير في خلط ما بين اثنين. يعني عندي راح يجي سائل او ماده على درجه حراره اقل وتسحب حراره من الماده اللي عماله ببردها بدون ما يصير في اختلاط، هذول دائرتين مختلفتين. فرح نرسم هاي بالرمز التالي، فهي هون عماله بدخل الخليط اللي ببرد عشان يعمل كوندنسيشن عشان هذا يتكثف اللي موجود هون. راح امرر ماده بارده وراح اتحكم بكميه الماده البارده اللي عمالها بتمر من هون عن طريق ايش؟ الفالف. وهذا راح اعمل له اوتوميشن، الفالف راح اركب عليه السولونويد والسولونويد راح يحرك الفالف، والفالف راح يكون بروبورشنال بقدر يتحرك لبوزيشنز مختلفه من هون. فهذا بقدر ادخله بعمليه الكنترول، اذا عندي بي ال سي مثلا بدي اطلع فولتج او كرنت من البي ال سي، والبي ال سي يتحكم في البوزيشن تبع هذا الفالف. اذا هذا هون عندي الكولنت راح يجي الماده اللي بعمل فيها كولينج راح تيجي من هون، بعدين راح ترجع وراح تستمر هاي العمليه. هلا هون راح استعمل كميه الحراره اللي بتنتقل هون راح اسميها كيو ديستلت. ايش تتوقعوا لما شفنا كيو من هون ايش راح تكون؟ اظن بنستعملها هون بال بال بالجولز، جولز بير سكند، كميه الجولز بير سكند. هلا وين راح تنتقل الجولز؟ من الديستلت الى الكولنت، وراح تكون ريت اوف فلو اوف هذه هي جولز بير سكند او واتس. هلا هذا الديستلت اللي تكون هون صار هلا على شكل سائل راح اخزنه في التانك اللي موجود هون، فعندي هون اكيوميليتر او تانك، وهذا التانك من هون راح احط له ليفل ترانسميتر، يعني بلغتنا ايش يعني؟ ليفل سنسر، راح نحط له ليفل سنسر هون، يقيس المحتوى تبعه، الارتفاع عفوا تبعه، وهذا راح اسميه اتش دي، اتش بي، اتش دي، دي بالنسبة لديستل. هلا هاي العملية هون راح يصير عندي لما يدخل هذا الفيد، هذا الفيد مكون من هذول الخليطين من المادتين، واحدة لها بويلينج بوينت أقل، اللي لها بويلينج بوينت أقل مين بتكون المادة الأخف؟ أخف، فهي الديستلت اللي بتطلع من فوق، بتعمل بويلينج على زي البنزين بعمل بويلينج على درجات حرارة منخفضة، في حين الزفت يمكن بدي أوصلها 300 400 درجة لحد ما أعملها بويلينج، بس هذا اسمه سائل، هذا راح يجي على شكل سائل.
لما يدخل الفيد من هون راح يصير المواد الاخف راح ينعمل كل هالماده راح نعملها فيبرايزيشن، والمواد الاخف اللي لها بويلنج بوينت اقل راح ترتفع، والمواد اللي لها بويلنج بوينت اعلى راح تنخفض، راح يبدا يصير فيهم سيبريشن. في النهايه راح اخذ الديستلت من هون اللي له بويلنج بوينت اقل راح يطلع معي من هون، بس ما راح يكون بيور من الماده اللي انا بدي اياها الديستلت، راح يكون لسه فيها خليط من البوتومز. ونفس الشيء الماده اللي بتتراكم هون راح يكون جزء كبير منها من الماده اللي لها بويلنج بوينت اعلى، لكنها ما راح تكون كومبليتلي بيور. فانا احيانا راح اكون انا محدد بدي اقول هاي الماده بدي اياها تكون مثلا 90% نقيه او 95% نقيه او 99% نقيه. ففي الحاله هاي اذا انا غير راضي او هذا غير كافي الكومبوزيشن هذا راح نسميه الكومبوزيشن، والكومبوزيشن هذا راح نرمز له بالرمز اكس دي، يعني نسبه الديستلت نسبه الماده اللي انا بدي اياها من اللي لها لوور بويلنج بوينت نسبتها في هذا المزيج اللي طلع معي هون. فحتى احسن هاي النسبه ارفعها بقدر ارد اخذ جزء من هذا واعمل شيء اسمه ريفلكس. ريفلكس يعني باخذ الماده وبرد برجعها مره ثانيه او جزء منها برجعها مره ثانيه، فهذا رح نسميه ريفلكس كابيتال ار، وراح ارجع جزء منها على هلا رح تدخل لانه هي مش 100% نقيه. ايش رح يصير فيها؟ الجزء اللي مش من اللي بدي اياه من الماده اللي ما بدي اياها البوتومز من هاي نفسها رح يرد ينزل من هون ورح يرد يطلع معي الماده، فبتحسن الكومبوزيشن تبعها. كل ما ضليت اكرر العمليه هاي ايش عمالي بحسن؟ بحسن نسبة اكس دي في المحلول اللي انا بدي اياه. طبعا ما بدي اياها مش شرط انها تكون 100% حسب وين انا بدي ابيع ونوعية هذا المادة اللي انا بدي ابيعها بكون حاطط انا مواصف معينة قديش اكس دي لازم تكون. فهذا الريفلكس رح ارد اعمل له سيبريشن، رح ارد اعمل له كوندنسيشن مرة ثانية، بقيس اكس دي من هون وعلى اساس اكس دي. وطبعا انا في النهاية بدي اسحب جزء من ديستلت مضبوط. فعندي في هون درو ودروينج ليفل او دروينج راح اسحب اللي موجود هون. هلا راح اعرف اكس دي عن طريق كيف بدي اعرف اكس دي؟ ايش لازم اركب؟ انالايزر ترانسميتر، بسموها انالايزر ترانسميتر لانه هون ما فيش عندي سنسر مباشر، احتمال بدي اسحب جزء من المحلول هون ويكون في هون نوع عمليه تحليل تحلل قديش نسبه اكس دي في هذا المحلول، فبنسميها هاي انالايزر ترانسميتر. هاي الفالف راح تسحب معي راح تعمل دروينج للديستلت، والديستلت الماس فلو ريت تبعه مثلا من كيلوغرام بير سكند او كيلوغرام بير مينيت او كيلوغرام بير اور راح اسحبها من هون. اذا انا في النهايه كونتينوس بروسيس، الفيد بدخل من هناك بدخل الفيد من هناك بيطلع معي ديستلت، جزء من عمليه الديستلت اني اضل اكرر فيه ما بكتفي باول مره، بيطلع معي هون لحد ما اوصل النسبه اللي انا بدي اياها من الاكس دي، بعدين ببدا بسحب من البروسيس وخلص هذا الديستلت هلا صار جاهز وفي له كميه فلو عمالي بسحبه فيها وبس بستفيد منه وبتضل هاي العمليه مستمره. هلا عندي هون نفس الشيء، في عندي هون ليفل ترانسميتر عشان اقيس فيه اتش بي زي الليفل ترانسميتر اللي كنت اقيس فيه اتش دي، في عندي بي بدي اتحكم في البي هون وهذا هو الكولوم، وفي عندنا على فكره تمبرتشر جريدينت، لو جينا قسنا درجه الحراره هون راح الاقي انه درجه الحراره بتنخفض بهذا الاتجاه، فبتكون اعلى هون وبتقل هون، ولذلك كل ما ارتفع المحلول هون ببدا بتكاثفوا اكثر هذول، والاشياء اللي بدها تنزل هون ترسب تترسب الى الاسفل. هلا هون نفس الشيء كمان لما بتطلع على هذا بلاقي انه محتواه مش المحتوى اللي انا بدي اياه اللي هو اكس، ايش راح نسميه؟ ايش تتوقعوا راح نسميه؟ اكس بي اكس بوتوم. بلاقي انه لسه في انا معتبرهم شوائب اللي هم الماده الموجوده اللي لها بويلنج بوينت اقل، شو بقدر اعمل الان؟ برجعها بس برجعها وبعملها ريبويلنج. باخذ الماده الموجوده هون بسحب منها جزء بمررها الان على هيت اكسشينجر، بس هذا الاكس هيت اكسشينجر ايش راح يعمل؟ راح يعطيني حراره. راح يعمل ريبويلنج، فهون في عندي هيتنج ميديوم، هناك كان عندي كولنت. هون راح اسخن الماده هاي راح اعملها ريبويلنج، فهذه هون ريبويلر، وراح اعبر عنها كمان زي ما عبرت هون بكيو دي راح اعبر هون بكيو دي اللي راح تكون جولز بير سكند او كميه الحراره اللي عمالي بعطيها للماده هاي.
ايش عمالي بعمل فيها هون؟ برفع درجة حرارتها برد بدخلها هون. هلا هي لما تدخل هون قلنا هي مش نقية بالمية، شو راح يرد يصير؟ الجزء اللي له لور بويلينج بوينت اقل راح يرتفع لفوق، والجزء اللي له بويلينج بوينت اعلى راح يترسب لتحت، وراح اضل اعيد نفس العملية هاي بناء كمان على اكس بي. فانا ناقصني هون ترانسميتر انالايزر ترانسميتر. هلا هذا الفيد وهذا الفيد هم نفس الشيء، راح اسحبهم راح احط هون هلا انالايزر ترانسميتر، وهاي راح تعطيني اكس بي. اكس بي هون واكس بي هون هو نفسه، عمالي بقيس اكس بي، ونفس الشيء بالنسبه لهذا البوتم. تروح اعمل له دروينج على ريت معينه، فحطينا احنا اي تي هون انالايزر ترانسميتر ليفل ترانسميتر، هي عندك اس بي اتش بي. وهلا هون بسحب على صوتك انالايزر ترانسميتر، شو الهدف منها؟ بدها تقيس المحتوى تبع هاي الماده من اكس كابيتال بي، زي ما كان عندي هون انالايزر ترانسميتر بتقيس المحتوى تبع هاي الماده من اكس دي. فما راح تكون هذه سنسر عاديه، مش سهل اني اقيس مثلا المحتوى، بتكون في طريقه معينه. يعني كيف بدي اعرف نسبه مثلا البنزين في هذا المحتوى؟ يمكن بدي احاول اغليه واشوف كميه اللي بيطلع، مثلا يكون في بروسيس معقده، ما راح تكون في بساطه الليفل ترانسميتر. الليفل ترانسميتر راح ممكن يكون في شيء بسيط جدا بس بعطينا قديش مستوى الليكويد. فهون راح يطلع معي ماده البوتمز، وراح اعملها دروينج. فعم بسحب انا المادتين اللي انا بدي اياهم، نعملهم سيبريشن بالعمليه هاي. وهون راح يصير هون هذا وين راح يرجع؟ راح يرجع في التانك من هون، وهذا هون اسمه الري بويلر. اذا هذاك اسمه كوندنسر، هذا ري بويلر. هاي الكوندنسر، سكر والله الباب لو سمحت. هذا هون كوندنسر وهذاك ري بويلر. هذه طبعا هاي الاثنين، اذا عندي عدد من هذول ايش بدي اضطر اعمل؟ بدي اصير بعرف درجة الحرارات المختلفة اللي موجودة هون، وعلى اساس درجة الحرارات المختلفة اللي موجودة هون اللي بتتناسب مع كل مادة، راح اعرف انه هون راح يكون في تركيز عالي للمادة اللي لها بويلينج بوينت اعلى شوي منها، هون راح يكون في تركيز للمادة اللي لها بويلينج بوينت اعلى شوي، وهكذا. فبصير عندي هون مجموعة من المواد، فبصير بسحب المواد هذه من هون عند النقطة هذه، بس بضل اعمل كوندنسيشن وريفلكس هون، وري بويلينج وري هيتينج هون عند النقطة هاي لهذا الجزء الموجود هون. هذه بتعطيني الكومبوزيشن اكس بي، وهي بتعطيني الكومبوزيشن ده اكس دي. وما قست انا هون الفلو ولا قست الكومبوزيشن الاصلي، لان هذا رح يكون له كومبوزيشن اصلي، نسبة دي في ونسبة بي في.